بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ينطلق على حضراتكم هذا الشوط الكاس، الشوط اللي ولع في بداية الأسبوع. أيضا هناك من ترصد عليه جميع المشاركين والمتابعين، الكاس 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 الذي حير الأنفاس، أين يتجه من أحد البطلات في هذا الانطلاق الجميل. أروح مع مراسيل في مقدمة هذا الشوط، حمد بن سعيد المحاربي مع المركز الأول، المركز الثاني القدوم مع المركز الثاني مزون سعيد بن مبارك الوهيبي على المركز الثاني، المركز الثالث الظبي سعيد بن حمد الوهيبي على المركز الثالث، المركز الرابع الشاهنية عبد الله بن حمد المالكي، المركز الخامس الشاهنية سليمان بن سالم المالكي، لكن أعود مع الصدارة مع المركز الأول اللي تقدمت هناك مع الصدارة مع القيادة هذا الشوط اللي انطلقت هناك مع المركز الأول مزون سعيد بن مبارك الوهيبي. وصلت مراسيل مع الكاس، الكاس الصعوب من المسافة إلى 1200 متر، حرك اللي بتحرك. أيضا مع مزون في مقدمة هذا الشوط، انطلق الكل، مراسيل القادمة، مراسيل القادمة، مزون المنطلقة، مزون مزون مزون، من تتحقق الناموس الانتصار. تهانينا والناموس لسعيد بن مبارك الوهيبي على انتزاع الكاس الصعوبة. المركز الثاني مراسيل حمد بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث كانت هناك الشانية عبد الله بن حمد المالكي، دقيقة 45 28 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.